هذا ابن الجيران. اها جارنا ابو اسد. السلام عليكم. يا هلا بالجار الحبيب. الله يحييك يا رب يرضى عليك. تمام الحمد لله. ها على البركة إن شاء الله، على البركة يا رب إن شاء الله تقوم بالصحة والسلامة ويجيكم إن شاء الله المولود أو المولودة بتمام الصحة والعافية. كيف؟ لا يا جار طبعا، ولو الجار للجار. الله يحييك يا رب. طبعا طبعا، ولو ابننا وحبيبنا بيشرفنا يا سيدي، بيشرفنا. الله يحييك الله يحييك، يا هلا بيك هلا بيك، حياك الله. سلام الله. بابا نعم. جارتنا ام اسد اليوم ان شاء الله راح تولد. وعم ابو اسد حكى معاي يخبرني هالخبرية الحلوة الطيبة. طلب مني طلب بسيط، قال لي بدنا نجيب اسد نخليه عند البنوتات هاليوم لعبين ما ان شاء الله ام اسد تطلع من المستشفى بالسلامة. بابا شو ولدهم قليلة الباي؟ شو قليلة الباي ابو عيب؟ بابا بيطلبوا بيرمي باخذ نص العاب لمعاه بيروحها على البيت. بابا لا ما بصير. بابا هذا ابن الجيران والجار للجار، بدنا ندير بالنا عليه. بابا يا بابا والله انه مشاغبه كثير بغلبنا. بابا حتى لو بابا بدنا نستوعبه، انتوا الكبار وهو الصغير يا بابا، ما هو اصغر منكم. بس بابا احنا ما دخلنا فيه. كيف يا بابا؟ هو ولد. لا يا بابا لا، الله يرضى عليكم، بيجي بتديروا بالكم عليه. ودوه عند اي جار ثاني. لا يا بابا ما حدا عنده اطفال يعني بعمركم يديروا بالهم عليه، هذول كلهم اولادهم اما بالجامعات واما متزوجين، اما انتوا بابا لساتكم بتعرف تفاهم مع الطفل الصغير. ها هيا من الجرس، يمكن خالته جابته. يلا روح جيبوا يا بابا. لا السلام عليكم، ممكن ادخل عندكم؟ شكله مؤدب. تفضل تفضل. يلا تعال. يا هلا يا هلا يا هلا، اهلا اهلا بالبطل، اهلا بالبطل. اهلا يا عمو. اهلا يا عمو، كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك والله انك بطل، ما شاء الله ما شاء الله، بطل بطل. خوش سلام والله. هلا يا حبيبي، يلا العب مع البنات تفضل. شو هاي الشنطه الحلوه؟ ورينا شو فيها عشان نلعبك فيها. يا اسد يلا تعال بس. فيها اغراض عده. اغراض عده؟ شكلها حيكسر لنا البيت. يلا نشوف. شكرا شكرا، بدنا نلعبك فيهم. هاي الألعاب ما بحب ألعب فيها، بس أنا بدي ألعب ألف ألعابكم. تعال. آه تتخدونا. تعال 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 لهم. هدول بخوتنا مش عشان ننام عليهم ولا عشان اللعب. ادخل للنوم مش عشان اللعب. انزل بسرعة يا أسد. إذا بتكش تلعب تعال. أوه خليني أجيب لك ورقة وقلم عشان ترسم. نريح معاه. لا تتحرك من مكانك، ما تلعب بهدول. حاضر. بألعابك لعبين ما نيجيك. بابا ما نحيي واحد أسد. بابا جننا بنغمز عدخولنا، بيرجع دفاترنا، خربش على دفتر المدرسة. بابا وكمان قاعد عم بنغمز عدخولنا وكمان نفل ألعابه بالصالون. بابا قدي عمره؟ أربع سنين. قدي عمركم؟ 9 سنين. قد عمره ولا لا؟ لا لا، يعني قد عمره ضعف عمره ولا أزود ولا أقل؟ أزود. طيب يا بابا أنتوا استوعبوا يا حبيباتي، مش هو جننكم؟ هلا وحتى لو جننكم أنتوا استوعبوا. بس بابا جننا،
هلا جاي مش عارفين من هون ليروح من هون لبكره شو هيعمل فيه. كل قديش بيجي عندنا هذا زي هيك؟ هو بيجي كل كم شهر بس يعني برضه. لا بس كل شهر بيجي مع اهله، عمره اجى وقعد عندنا هيك لحاله؟ لا لا. يعني هسه يا بابا انتم شو رايكم بالحل؟ اتصل على ابوه اقول له تعال خذه هو في المستشفى مرته ولا تولد؟ لا بس بدنا نتحمله. ما حد بدنا نتحمله. يا ساتر مين بيرن؟ هذا ابن الجيران. انا بابا. الجرس صار لنا مرتين. يا جار ابنكم جننا بيضل يرن علينا. طولي بالك يا جار احنا ما عندنا ابن، كيف يعني؟ لا ابنكم كان لابس بلوزه في الصور يضل يرن ويهرب يرن ويهرب. حقك علينا، هذا ابن جيراننا ابو اسد، زوجته ان شاء الله اليوم راح تروح تولد وخلى ابنهم عندنا. اسد؟ اسد ايوه اسد، عرفتيه؟ اه والله انه مشكلتي عرفته. بس شو بدنا نسوي يا جار؟ الجار للجار، بدنا نتحمل، بعيننا الله، الله يكون بعونهم. سامحيني وانا هلا بخلي البنات يضبطوا ان شاء الله، ولا يهمك. ان شاء الله. تسلم يا جار. لا حول ولا قوة الا بالله، كيف عملها؟ كيف فتح الباب وطلع اصلا؟ لا خلينا نشوف. اسد؟ نعم. كيفك يا عمو؟ عادي. انت لعبت هلا كنت تطلع على الجيران؟ اه عادي. شو اللي عادي يعني؟ عادي. بصير يا عمو نعمل هيك؟ إذا عندهم حدا يا عمو نايم أو عندهم بصير نزعجهم؟ لا. طب ليش أنت أزعجتهم؟ أنا ما في حدا كان موجود. بو حبيت تتأكد موجودين ولا لا صح؟ صح. نعطيك العافية والله يا عمو. عمو يا ريت تكون شاطر حبيبي، أنت ولد شاطر وأنا بعرفك أنت ولد رائع، ما بصير نزعج وما بصير نغلب. حاضر. الله يرضى عليك. بابا بابا ابغى اخذ الاخت الباب لما تيجي. مالها بتعيط؟ مالها ضربتها؟ لا كنت العبها. طب وين لحيتها؟ اخذتها لاخت لما تولد. هلا حايد ما بصير تاخذ اغراض، ما بصير هاي، ما في اشي بضحك. ها يا اسد ليه اخذت لها هاي؟ هاي لاختنا، اختك اهلك بيجيبوا لها لحالها يمكن الصح. انصرت نظرت انا وين انا؟ بابا نعم. خذوا يا بابا اسد وروحوا فيه على الغرفه، بابا نايموا عندكم، نام عند جوان وليليان. بس اذا سمحت ما تغلب يا عمو، الله يرضى عليك، اوكي؟ يلا حبايبي يلا. ما كنت بدك قصه. اه؟ ما كنت بدك قصه. بدك قصه؟ اقراوا له بابا، عندكم قصص، اقراوا له قصه الله يرضى عليكم، يلا. الله يرضى عليكم. لاغراض السيد اسد. يلا يلا سيدي. طلع بابا. اسد. نعم. يلا. استنى اذا بدك تفشل. ابعد شوي. شوي اسد. هلا لازم تنام بدون ولا صوت. اخر الفرش بس اللي طاهي. يلا اغطيك وتروحي تنام. فاهم اسد؟ فاهم. قصة قصة. شو قصة؟ قصة. خليك اسد الجو. شو بدك؟ قصة. ايش ايش؟ شو بدك بالقصة؟ أنا متعودة ماما تقرأ لي قصة. يلا يا جون تقرأ لي قصة. طالما إنه إجتك أخت جديدة جبت لك قصة عن أخ الصغير. كان يا مكان في قديم الزمان أخ الصغير يلعب بألعابي. وهيك بتكون خلصت القصة. يلا قصة تانية. ليش؟ ليش نضل نقرأ له؟ أصلاً هاي ما عجبتني. هلا بروح أجيب له قصة. وبعدين قصة رابعة. شو قصة رابعة؟ مش ناقصنا بدنا ننام. هاي جبت لك قصة عن أسنان أختك.
بما انه لازم تحافظ على اسنانك وتحكي لاختك تفرشيهم لما تكبر. اسنان سارة. في يوم من الايام عادت سارة من المدرسة. هاي كمان ما عجبتني. اسد صرنا قارئين لك 20 قصة. يا زلمة بكفي. طالما احنا جايبين هون كل هدول صرنا قارئين لك يا اسد بكفي. خلاص تعبنا. انت عليت صباح خير. بابا اخيرا جننا قرأنا له 20,000 قصة. بابا الله يرضى عليكم يا حبيبي. طبيعي. شفتوا يا بابا قديش حلو انكم تكونوا ناس متفهمين ورائعين وعائلكم كبير تستوعبوا انت الصغير. بعدين يا بابا انا كتير فخور فيكم لانكم انتم ما شاء الله تربيتكم وادبكم عالي. يا ريت يا بابا كل الناس يكونوا حريصين على انهم يربوا اولادهم ويكونوا حريصين على انهم يقدروا يستوعبوهم ويوصلوا لهم الطريقه الحلوه في تربيتهم. الله يرضى عليكم ما قصرتوا.